استضاف الاتحاد الأردني للجودة البطولة العربية للأندية والمنتخبات، شارك في هذه البطولة 11 دولة من الدول الأشقاء العرب، شارك في هذه البطولة 571 لاعب ولاعبة من الأندية والمنتخبات. الحمد لله رب العالمين، استفدنا استفادة جيدة من هذه البطولة. امبارح كان عندنا بطولة منتخبات، حققنا نتائج إيجابية بفرق الناشئين والشباب وكذلك الناشئات والشابات، حصلنا على المركز الأول بفريق الناشئين وحصلنا على المركز الثاني بالمجموع العام في فريق الشباب، وهي بتيجي طبعا من ضمن تجهيزاتنا واستعدادنا للموسم القادم. وان شاء الله احنا بنعمل دائما بطولات عندنا بالاتحاد عشان نزيد الاحتكاك مع اشقائنا العرب، عشان نرفع من مستويات اللاعبين المنتخبات واللاعبين الانديه كذلك والمراكز.